عارفه واعي. هيدا تقتيل ابنك اصلا، انت معروف انه ما تحبي الاطفال، تكرهين بتشيلهم وتكرهين كل تصرفاتهم. شوف يعني ما اكره الاطفال، بس ما احب الاطفال المزعجين. لا يعني عفوا انه لا، هو الموضوع عقده، لانه بالطفوله انت وصغيره رفضتش اول حب بحياتك كان طفل وضربتي بتوثيه. لا قلت لك اني عصبيه لانه عاطفيه مرات اكون هجوميه، بس هو مو عقده، بس اني انزعج، اني انسانه كلش مزاجيه لا اكثر ولا اقل. ليه ضربتي بتوثيه؟ هو بوقتها ما قدر يقطع لك نبوق. قلت له تحبني؟ قال لي لا، يعني كان اكو هواية اطفال فكلهم كانوا يحبوني الا هذا الشخص اللي انا معجبه به. قال لي زحف لا مبكر. تضحك انت، بس هي اشياء طفوليه تصير يعني. وراها قعدت على كفخه من امك؟ طبعا، لانه اني تسببت له بفشخه وهو تسبب لي بفشخه، لحد الان الاثر موجود. علاقه حب عنيفه.